بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائنا طلاب الصف السادس الابتدائي، إن شاء الله النهاردة معنا يونت 3 أو الوحدة الثالثة من كتاب المعاصر. ولكن كلنا مع بعض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يونت 3 عندنا vacations plans. vacations plans يعني خطط العطلة. طبعا كلمة plans، كلمة plans يعني خطط، vacation plans يعني خطط العطلة. بالنسبة عندنا lesson 1 أو الدرس الأول، let's go quad biking on Tuesday. let's go يعني هيا نذهب، go quad biking لي طبعا الركوب الدراجة، on Tuesday في يوم الثلاثاء. بالنسبة للvocab، سوق، سوق يعني السوق. سوق طبعا الكلمة دي بالعربي دي ماركت، بالانجليش ماركت، بالعربي سوق. سوق سوق اللي هو السوق. مينيرات، مينيرات يعني مئذنة. مينيرات، مينيرات يعني مئذنة. ميوزيوم، ميوزيوم يعني متحف. ميوزيوم. كواد بايكينج، كواد بايكينج ركوب دراجات رباعية. ركوب دراجات رباعية كواد بايكينج. رولر كوستر، رولر كوستر يعني قطار الملاهي. رولر كوستر. بالاس، بالاس يعني قصر. بالاس. أجين سوق، مينيرات، ميوزيوم، كواد بايكينج، كواد بايكينج، رولر كوستر، رولر كوستر. بالاس، بالاس يعني القصر. بالنسبة عندنا للأنشطة، activities، activities يعني أنشطة. activities. visit the Manuel Palace Museum. visit the Manuel Palace Museum يعني زيارة متحف Manuel Museum. explore the souks، explore the souks يعني استكشاف الأسواق. climb the book زولي منورات. climb، climb يتسلق. the book زويلة، زويلة منرد يعني يتسلق مئذنة زويل. take photos for، take photos for، take photos يعني يلتقط صور. take photos for. ride and ride on a roller coaster. ride on، ride on يعني يركب على roller coaster قطار الملاهي. ride on a roller coaster. ride on a roller coaster. go quad biking. go يعني يذهب، quad biking ركوب الدراجات الرباعية. ride quad biking. ride on يعني يركب. بالنسبة للimportant expressions، ride on يعني يركب على. ride on. go to the theme park. go to the theme park يعني يذهب إلى حديقة الملاهي. go to the theme park. excited about يعني متحمس بشأن. excited about. look interesting. look interesting يعني يبدو شيقا. look interesting. in the desert في الصحراء. in the desert. why don't we، why don't we يعني لماذا. why don't we. watch the sun set. watch the sunset يعني يشاهد الغروب. watch the sunset يعني يشاهد الغروب. عندنا هنا بقولنا did you know، هل تعلم. when you see it from the air لما بتراها من الهواء. the Nile Valley is in the shape of a van يعني وادي النيل أو نهر وادي النيل أو نهر. طبعا هنا in the shape of a van يعني بياخد شكل مروحة. in the north في الشمال. where it opens into the delta بيفتح كده على الدلتا. it's wide يعني بتكون متسعة. in the south في الجنوب. where it passes between desert cliffs it's narrow لما بيمر
على طبعا الكليفز المنحدر. طبعا السيناريو بيكون ضيق. طبعا دي معلومة عن النيل. تعالوا مع بعض نشوف الدرس بتاعنا. طبعا هنا بيقول لنا listening and reading. listening يعني استمع and reading يعني اقرأ. listen and read. I am excited. I am excited يعني أنا مبسوط أو متحمس. about our vacation عشان الأجازة. this week هذا الأسبوع. باسل طبعا ربنا قال له باسل ميتو وأنا أيضا. why don't we try new places. why don't we طبعا أسلوب اقتراح. why don't why do be مع مصدر الفعل ونقول try. why don't we try new places ليه ما نجربش أماكن جديدة. we can travel to Cairo ممكن نسافر إلى القاهرة. there are lots to see there. there are lots. there are lots to see there يعني يوجد الكثير لنراه هناك. yes we can visit the Manuel Palace museum first. we can visit ممكن ان احنا نزور the Manuel Palace يعني قصر المانيال اولا. if we go to the museum لو ذهبنا للمتحف. on Sunday يوم الاحد. on Monday يوم الاثنين. we can take photos for my school project. we can take photos ممكن نلتقط صور. photos for my school project. my school project للمشروع المدرسي. okay cool يعني رائع. my mom can go with us. my mom يعني مامتي. مامتي ممكن تذهب معنا. she loves museums. she loves هي بتحب المتاحف. let's also go to the theme park هيا نذهب إلى theme park. and ride on a roller coaster and ride on ونركب الملاهي. طبعا رندا قال له إيه okay let's do that on Tuesday. let's do that يعني هيا نفعل ذلك في أيام الثلاثاء أو يوم الثلاثاء. there are also some places outside. there are also يعني يوجد أيضا some places outside بعض الأماكن بالخارج. كايرو that look interesting. that look interesting بتكون شيقة. like what مثل ماذا. we can go quad biking in the desert Giza. we can go يعني ممكن نذهب في ركوب الدراجات الرباعي in Giza في الجيزة. if we take the bus لو أخذنا الباص. we will arrive in about 30 minutes. if we take the bus لو أخذنا الباص. we will arrive هنصل in about 30 minutes في خلال 30 دقيقة. great يعني عظيم. we can go early ممكن نذهب مبكرا on Wednesday يعني في أيام أو يوم الأربعاء. and come back to the hotel ونعود مرة أخرى للفندق. before evening يعني قبل المساء. yes what else can we do. yes يعني نعم. what else can we do إيه أيضا ممكن نفعله. قال له let's climb يعني هيا نتسلق the Babswell Minarets من رات on Thursday يعني نتسلق اللي هي طبعا المنارات اللي هي مأذنة زويل on Thursday في يوم الخميس. it's difficult يعني هي صعبة. but the view ولكن المنظر from the top من أعلى is beautiful بيكون جميل. but the view from the top is beautiful. if we are there إذا كنا هناك in the late afternoon يعني في وقت متأخر في الظهيرة. we can watch the sunset over the city. we can watch ممكن نشاهد the sunset اللي هو غروب الشمس over the city يعني أعلى المدينة. cool يعني رائع. and in the morning في الصباح we can explore the souks. we can explore ممكن طبعا هنا نستكشف الأسواق. they are near the minaret. they are near يعني بتكون بالقرب من minaret يعني المئذنة. great
كايرو هير وي كوم، يعني نحن قادمون يا مدينة القاهرة. تعالوا نشوف مع بعض جزء الأسئلة الخاصة بالدرس بتاعنا. General exercise on lesson 1. Listen and choose the correct answer from A, B, C or G. طبعا لابد نركز كده في استماع، نعني نسمع الجملة نختار إجابة من A, B, C or D. وعندنا الجملة نقرأها مثلا and has more they are going to go quad biking in the، نختار واحدة منهم. The theme park is in space. They want to ride on a، طبعا هنا space. Basil and Hazim are friends. They are going to go quad biking in the desert. The theme park is in Cairo. They want to ride on a roller coaster. في number one معنا باسل and حازم are friends، يعني أصدقاء. They are going to go quad. They are going to go quad biking in the desert. طبعا desert الصحراء. The theme park is in Cairo. They want to ride on a، طبعا هنا ride on a roller coaster، يعني اركبه on a roller coaster عن الملاهي. Listen and complete. هنا بنسمع ونكتب. Last week I traveled to Cairo with my school. I like to go on a school trip. We visited the Egyptian Museum. Our teacher told us many interesting things about the museum. Number one, last week I traveled to Cairo. بنكتب مدينة القاهرة. I like to go on a school trip. We visit the Egyptian Museum. طبعا الام كابيتال عشان مكان مشهور. Our teacher، المعلم told us. يبقى نكتب teacher. بعد كده عندنا read and complete the dialogue with the words from the books، يعني نكمل الديالوج من الجدول اللي عندنا. Interesting، visit، try، permit، excited. How do you feel Ahmed؟ I am really excited. طبعا هنا excited about the vacation، يبقى excited. I am really excited. Me too. Why don't we do new activities؟ يبقى هنا do يعني يمارس. طبعا هنا ما عندنا do بس عندنا try، يبقى try new activities. Good idea. Do you like to، طبعا visit new places، يبقى هنا visit. Yes, I'd love to visit places. Great. What about visiting the space too? Okay, they are near the new museum. طبعا هنا pyramids. هيزوروا الأهرامات. Read and match. هنا هنوصل أو نقرأ ونوصل. I like to ride on a roller coaster. طبعا roller coaster. Letter number one. طبعا هنا the theme park. طبعا lots بيجي مع حرف الجر ايه. طبعا number two there are lots، طبعا يوجد الكثير to see in Cairo. This is number two. Why don't we، ده اسلوب اقتراح. Why don't we، طبعا try new places، لمانا نجرب اماكن جديدة. We can take many، نلتقط الكثير من ايه photos، من الصور of the museum. It's number four. We can watch، ممكن ان احنا نشير. We can watch the sunset، الغروب. On the city، على المدينة. This is number 5. Or over the city. Choose the correct answer from A, B, C or D. There are many rides to try in the، طبعا الكثير من الملاهي. To try in the theme park، في الملاهي. This ancient mosque، المسجد القديم ده. Has a very high minaret، يعني مأذنة عالية.
let's بيجي معاه الفعل بدون إضافات لأنه اقتراح. let's visit. my uncle likes to space new places. طبعا explore يعني يستكشف أماكن جديدة. they are riding. هم راكبين space. طبعا ride on يركب على الملاهي. بالنسبة للorder should we explore the souks on Monday. مرة ثانية should we. يبقى should we explore the souks on Monday. let's go to the theme park. مرة ثانية let's go to the theme park. بعد كده I am excited. I am excited about my vacation. I am excited about my vacation. We can try new places for our vacation. We can try. We can try new places for our vacations. Number 7. Punctuate the following. علامات الترقيم. طبعا هنا my mom يعني مامتي الام كابيتال. My mom loves يعني مامتي بتحب museums اللي هي المتاحف. يبقى mom loves museums. وطبعا هنضع ايه فلسطوب. يبقى هنا قمنا بتعديل شيئين. number 1 بداية الجملة حرف capital وفي النهاية الفلسطوب. بالنسبة عندنا لي the last question in the paragraph. write a paragraph of about 50 words using the following guiding elements. باستخدام العناصر a trip to Cairo رحلة إلى مدينة القاهرة. activities photos interesting explore. تعالوا مع بعض نتعرف how to write about it. I had a nice trip to Cairo يعني أنا قمت برحلة رائعة للقاهرة أو جميلة. I went there on Friday أنا رحت يوم الجمعة. I went there with my family رحت مع العائلة. We went there by car رحنا بالسيارة. We took a lot of photos التقطنا الكثير من الصور. We visited the pyramids احنا زرنا الأهرامات. We visited the Egyptian museum وزرنا المتحف المصري. We were happy كنا سعداء. We came back home عدنا إلى المنزل. In the evening في المساء. It was a nice day كان يوم لطيف. طبعا الباراجراف بنترك مسافة كلمة بنبدأ بحرف كابيتال نترك مسافة ما بين كل كلمة والأخرى. ومنين وصلنا لنهاية لسن 1 وانتظرنا مع لسن 2 والسلام عليكم ورحمة